طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين هذا اليوم. المحور الأول سيكون واشنطن تؤكد بقائها في العراق وسوريا لأجل غير مسمى، وفي المحور الثاني نناقش تقرير منظمة اليونيسيف الذي أشار إلى أن أكثر من 3 ملايين طفل عراقي حرموا من التعليم بسبب النزوح والظروف الصعبة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. إذن نبدأ في محورنا الأول، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن العراق سيبقى أو إن القوات الأمريكية ستبقى في بلادهم لأجل أو تبقى في العراق لأجل غير مسمى. وكذلك نشرت صحيفة الشرق الأوسط نص خطابات لأعضاء من المسؤولين في الكونغرس يؤكدون أن ذلك أن القوات الأمريكية باقية في العراق وسوريا كذلك. وقال ديفيد تراخنبرغ نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية أن تنظيم الدولة ينظر أو ينتظر أن تكرر واشنطن خطأ الانسحاب المبكر من العراق سابقا ليعيد سيطرته على المناطق التي هزم فيها. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود. بعد الإعلانات المتتالية عن هزيمة تنظيم الدولة في العراق وسوريا، أصبح السؤال المطروح في الولايات المتحدة وغيرها عن مصير التحالف الدولي الذي شكل أساسا لمحاربة التنظيم، وفيما إذا كانت ستبقى القوات الأمريكية هناك أم أنها ستغادر، والمهمة التالية لها في حال قررت البقاء. كل الإجابات التي حصلت عليها الصحف العالمية ومنها صحيفة الشرق الأوسط من المسؤولين الأمريكيين كانت شبه متطابقة وتتمحور حول بقاء القوات الأمريكية إلى أجل غير مسمى في كل من العراق وسوريا لمنع سيناريو محاربة تنظيم الدولة على الأراضي الأمريكية بحسب قولهم، باعتبار أن هزيمة التنظيم لا تعني نهايته، وأن بعضا من عناصره الهاربين قادرون على تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة. مصادر أمريكية أكدت للصحيفة إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة الكونغرس بأنه لا يحتاج إلى تفويض لبقاء قواته في مناطق الشرق الأوسط، باعتبار أن الخطر المستمر من تنظيم الدولة يقدم تفسيرا قانونيا لإبقاء القوات هناك. لم يكن ترامب وحده من قرر أو برر، فقد انضم إليه جملة من المسؤولين. نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية ديفيد تراخنبرغ قال إن بلاده لن تسحب قواتها قبل الوقت المطلوب لعدم تكرار سيناريو الانسحاب الأول الذي تسبب في زيادة تعقيد الوضع في سوريا والعراق. أما مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية ماري ووترز فكان لها مقاربة أخرى تحمل تلميحا أقرب إلى التصريح، حيث قالت إن بقاء الجيش الأمريكي من أجل تنظيم الدولة وليس بحثا عن حجة لقتال النظام السوري أو الميليشيات الإيرانية، لكنها هددت باستخدام القوة الضرورية والمناسبة في حال تعرض الجنود الأمريكيين أو حلفائهم للخطر. التصريحات الخارجة من واشنطن شبيهة بتلك التي خرجت من اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في اجتماعهم الأخير، حينما قرروا بقاء الحلف في العراق وتوسيع مهامه بغرض التدريب حينا أو تقديم المشورة حينا آخر. وبالنهاية يقول المحللون إن قتال التنظيم أو غيره ما هو إلا سبب لبقاء طويل الأمد لأهداف ربما تتعلق بالعراق أولا ولا تنتهي إلا بمصالح استراتيجية بعيدة المدى ثانيا. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العميد الركن حاتم الفلاحي المحلل العسكري والاستراتيجي من اسطنبول، وكذلك سينضم إلينا الأستاذ عامر أو عماد الجبوري عفوا المحلل السياسي من لندن. أهلا بضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة العميد الركن حاتم الفلاحي، برأيك لماذا واشنطن تكرر وتؤكد في الفترة الأخيرة بقائها في العراق وسوريا؟ مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة، وتحية لضيفك الكريم. أهلا وسهلا. أنا أعتقد بأن القرار السياسي الأمريكي هو يقضي أو يقتضي بضرورة بقاء هذه القوات وعدم تكرير خطأ الانسحاب مرة أخرى كما حصل في عام 2011، وهذا ما صرحت به الخارجية الأمريكية بأنه عندما دعا تيلرسون بأن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا وفي العراق حتى هزيمة تنظيم الدولة لضمان عدم عودته. هذا يعطي دلالة واضحة بأن القوات الأمريكية عندما جاءت إلى العراق كانت ضمن استراتيجية زيادة هذه القوات
خصوصا بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي ترامب قرار بتاريخ 27/4/2017 بمنح صلاحيات واسعة وحرية القرار للبنتاغون في تحديد عدد القوات الأمريكية اللازمة في العراق وفي المنطقة. إذن نحن أمام عملية إعادة انتشار لهذه القوات، عملية إعادة ترتيب للمنطقة وتقسيم المنطقة من جديد. النفوذ الأمريكي في العراق يقتضي، أو الأمن القومي الأمريكي يقتضي ببقاء هذه القوات في المنطقة سواء كانت في العراق وفي سوريا، وبالتالي من يحدد تواجد هذه القوات هي ليس حكومة بغداد وإنما الحكومة الأمريكية بما تقتضيه المصالح الأمريكية بما ينسجم. سيادة العقيد، يعني نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية في الولايات المتحدة قال بأن تنظيم الدولة ينتظر تكرار واشنطن لخطائها السابق بعملية الانسحاب من العراق وبالتالي ليعيد انتشاره مرة أخرى. هل موضوع إدراج تنظيم الدولة في هذه المصطلحات أو في هذه الخطابات هو لإيجاد ذريعة لبقاء القوات الأمريكية، أم أنها فعلا هناك خطر موجود برحيل القوات الأمريكية وعودة التنظيم؟ نعم، أنا أعتقد بأنه مسألة تواجد تنظيم الدولة هي ذريعة، أكيد يعني بأن هذه القضية تتخذها القوات الأمريكية كذريعة للبقاء في العراق، ولكن لو جئنا إلى الاستراتيجية الأمريكية أصلا منذ انطلاقها في زمن أوباما، أطلق أوباما بأنه عملية مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة يحتاج إلى سنوات عديدة، وأطلقوا عدد من التصريحات بأنها تحتاج إلى 10 سنوات، بعد ذلك قالوا إلى 5 سنوات، بعد ذلك قالوا إلى 3 سنوات. إذن نحن أمام استراتيجية بعيدة المدى تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي ببقاء هذه القوات في هذه المنطقة سواء كان تنظيم الدولة موجود أو غير موجود. هم الآن يضيفون إلى تنظيم الدولة لمنع ظهور أي منظمات إرهابية أخرى، وهنا أنا أعتقد بأنها إشارة واضحة باتجاه الحشد الشعبي الذي درجت منه 3 من الفصائل على قائمة الإرهاب الأمريكية، وبالتالي نحن أمام تطور في الموقف قد يشهده العراق وتشهده المنطقة فيما بعد الانتخابات العراقية المقبلة. إضافة إلى هذا بأنه الخطر الإيراني وتردد إيران في المنطقة بشكل كبير أصبح مقلق بشكل كبير جدا، ليس للمنطقة فقط وإنما حتى للمصالح الأمريكية في المنطقة. لذلك تنظيم الدولة سواء انتهى تنظيم الدولة أو لم ينتهي تنظيم الدولة، القوات الأمريكية لن تخرج من العراق بهذه السهولة لأنها عادت إلى العراق بعد أن خرجت عام 2011 ولن تكرر ذلك الخطأ بتسليم البلد إلى إيران. سأعود لك بعد قليل سيادة العميد، ولكن يعني النقطة التي سأتحدث معك فيما بعد بها هي قضية الحشد الشعبي. أنتقل للأستاذ عماد الجبوري المحلل السياسي من لندن، أهلا بك من جديد. بقاء طويل يعني حاجة إلى قواعد دائمة موجودة في العراق أو في سوريا بغض النظر، هل هذه القواعد الدائمة برأيك ستحتاج إلى صيغة أو تفاهم مع حكومة بغداد، أم واشنطن لا تشاور أحد في هذا الأمر خاصة عندما يتعلق الموضوع بدول فاقدة للسيادة؟ بلا أدنى شك هنالك مخطط قادم، لأنه الموقف يتجاوز حتى الحدود الإقليمية في الشرق الأوسط. يعني هنالك الوجود الروسي العسكري والسيطرة الروسية الواضحة، يعني كان هناك توقعات من قبل الإدارات الأمريكية السابقة 3 نقاط أنه لن تستمر روسيا في سوريا، ولكن تلك التوقعات 3 قد باءت بالفشل وروسيا هي المهيمنة والمسيطرة. حتى أنه إيران ادعت في بعض الأمر أنها شريكة، إلا أنه القيادة الروسية قالت أنه كطرف يشترك في سوريا وليس حليف. الخطورة القادمة هي من طريق الحرير، الصين قادمة بخطى بطيئة ولكن قوية ومتماسكة. أمريكا تنظر إلى 5 إلى 10 سنوات القادمة لابد لها من وجود. مسألة الانتشار العسكري في داخل العراق أو سوريا هي مجرد مراكز لدعم بعض الجهات المعينة داخل العراق وحتى داخل سوريا. يعني هذا الأفق العالمي اللي يرتبط الآن ما بين العراق وسوريا، أمريكا لا ينكر ترتكب تناقضات، لأنه أصلا التمدد الصفوي الإيراني في العراق لم يتم لولا الموافقة السياسة الخارجية الأمريكية في العراق. أضف إلى ذلك ما بين 2003 إلى 2008 5 سنوات الضارب من قبل فصائل المقاومة العراقية والحقت هزيمة ميدانية
للجيش الامريكي، وجدنا بعد 3 سنوات تم الانسحاب الرسمي كما أرادت المقاومه العراقيه وقت ذاك ان يكون انسحابا رسميا من قبل القوات الامريكيه المحتله للعراق. لذلك اعطت خطوره اقوى مما كانت عليه، لان لا ننسى ان امريكا تبقى دوله عظمى، دوله كبيره لها امتيازات، تفشل عسكريا لكن تنجح في امور اخرى، وفعلا نجحت عندما اعطت الى ايران ان يستولي ويهيمن على القرار السياسي وامور اخرى، وادى العراق والعراقيين بضعف اضعاف ما كان الاحتلال الامريكي المباشر. الان الرؤيه القادمه انه روسيا موجوده ولها ابعادها في المنطقه، الصين تتقدم، اين الموقف الامريكي؟ نحن نقول الموقف الامريكي لا يزال متناقضا، لانه لا يمكن ان مساله الذريعه لتنظيم الدوله الاسلاميه ويتم في العراق الحماية الجوية من قبل التحالف الدولي وتحديدا من قبل الجانب الأمريكي إلى الميليشيات التي هي جلها موالية إلى إيران ومدعومة إيرانيا. يعني لا يمكنك أن تحارب الإرهاب في جانب معين من قبل التطرف أو الإسلامي ما يعرف بداعش وتغض النظر عن تطرف الطائفي من قبل الميليشيات، هذا جانب. الجانب الآخر، هناك قوى عراقية سواء كانت مسلحة أم مدنية هي مناهضة للمشروع الإيراني. نعم نتفق مع الجميع أنه الأولوية هي مجابهة المشروع الصفوي الإيراني في المنطقة والتمدد، ويكفي عن جهاتهم تكرك في مرة أنه 4 عواصم عربية تابعة لهم، ويكفي العار اللي لحقه بالذين أرادوا في الكويت أنه الدعم للعراق. إيران بكل حماقة لم تشترك بدولار واحد على اعتبار أنه العراق تابع لها وليس بحاجة لذلك. يعني هذه المواجهة والمجابهة يجب أن تشرك بها تلك القوى المناهضة للمشروع الإيراني في العراق. إذا عدت معك سيد عماد إلى نقطة، وهي قضية البقاء الأمريكي وقضية القواعد. حاليا الولايات المتحدة تمتلك بحدود 6 قواعد أو 6 قواعد عسكرية موجودة الآن في العراق، ولكنها بالطبع ستحتاج إلى قواعد جديدة. إذا ما تحدثنا عن قضية الكلفة وقضية بناء هذه القواعد وتأمين حمايات وحراسة وغيرها وكل هذه الموارد، من الذي سيتكفل بكلفة هذه الأمور؟ قضية إنشاء قواعد جديدة أو ما إلى ذلك، بغداد أم واشنطن باعتبارها هي الدولة التي تريد البقاء؟ بالنسبة لبغداد هو عبد المأمور، يعني نكون واضحين وصريحين، هؤلاء لا يمتلكون السيادة الوطنية، هؤلاء لا يمتلكون الإرادة الذاتية في أي قرار، هؤلاء إرادتهم مسلوبة من قبل طهران أم واشنطن أم بعض العواصم الأخرى، لذلك تملى عليها، هؤلاء ينفذون ما مطلوب منهم. يعني المواطن العراقي بعد مضي 15 سنة، الأطفال الآن هم شباب يقودون الشارع في تظاهرات وفي مجابهات مع هذه الحكومة، لذلك لا أحد يعول عليها بقدر ما هي تنفذ ما مطلوب منها. الرؤية المطروحة الآن أنه أمريكا تريد بقاء عسكري أو وجود عسكري لها في العراق وفي سوريا لمصالحها القومية بالدرجة الأولى وليس لمصالحنا الوطنية أو القومية. مصالحها تقول أنه يجب مجابهة أو التوازن مع المد الروسي الموجود، علاوه على المد القادم الصيني الذي سيصل عبر طريق الحرير إلى أيضا إلى منطقة الشرق الأوسط. نحن الإرادة العربية كيف نتحرك؟ المسألة لا تخص العراقيين فقط أو السوريين فقط، يعني السوريين والعراقيين الذين هم يريدون الإرادة الذاتية السيادة الوطنية. هؤلاء طالما هم خارج قوس لن تتم هذه الأمور على ما هي عليه، لأن حكومة بغداد ليس أكثر من حكومة ظل إيرانية مسلوبة الإرادة. التحرك السعودي الآن منذ فترة وجيزة، يعني من شهر 10 الماضي 20 الأول لحد الآن، هو لا يصب في مصالح الأمن القومي العربي، لأنه طوق نجاة من قبل الرياض إلى بغداد. التناقض الأمريكي نعم يعكس أيضا على حلفائه في المنطقة العربية، ولا لماذا هذا التناقض السعودي؟ نحن مع السعودية في مجابهة المشروع الإيراني في اليمن، ولكن ماذا عن العراق؟ لأنه أمريكا لا تريد مجابهة الأذرع الميليشية الصفوية في العراق، هذا تناقض. مختصر مفيد، القوى العراقية سواء كانت مع فصائل المقاومة العراقية المسلحة أو مع القوى المدنية الاجتماعية والسياسية الأخرى، هؤلاء يجب أن يكونوا في المعيار وفي المقياس، وإلا لن تكتب أي استراتيجية قادمة لأمريكا. وضحت الفكرة، ذلك النجاح على أرض الواقع. سأعود إليك بعد قليل. العميد الركن حاتم الفلاحي، ذكرت نقطة التنظيمات الإرهابية الموازية لتنظيم داعش في حال ظهرت هناك مخاوف أمريكية من هذا، وذكرت الحشد الشعبي وهناك مجموعة من الميليشيات التي أدرجتها واشنطن على قائمة الإرهاب، ولكن الولايات المتحدة في العراق لم تحارب الحشد الشعبي، حمته بالطائرات
ساهمت بتسليحه وساهمت بزيادة قوته على الأرض، لماذا الآن تخشاه؟ ما المخاوف من هذا الحشد؟ نعم، لا شك أنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت طرف داعم وطرف رئيسي في دعم وتشكيل الحشد الشعبي في الفترة السابقة، وقدمت من الأسلحة والدعم اللوجستي والطيران وما إلى ذلك، ولكن هذا جميعه كانت بضرورة تقتضيها تلك الفترة، يعني التي كان فيها الحشد الشعبي يشكل العنصر الرئيسي في مواجهة تنظيم الدولة من خلال حكومة بغداد. ولكن أنا أعتقد بأن زواج المصلحة هذا قد ينتهي في أي فترة مقبلة، يعني عندما نتكلم الآن أنا أعتقد بأنه عندما أرجع شيء إلى قليلا إلى الوراء، الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي طرحت من قبل البنتاغون ما يقارب 55 صفحة، تتكلم هذه الاستراتيجية الجديدة على أنه المواجهة القادمة يجب أن يكون هناك اهتمام كبير جدا في الصين وفي روسيا التي تعتبر أصبحت تشكل تهديد كبير جدا للولايات المتحدة الأمريكية، بحيث حتى مسألة الإرهاب تراجعت بالنسبة من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. لذلك عندما نتكلم ونقول بأنه يرفعون شعار مواجهة تنظيم الدولة مقابل تبرير البقاء، هذا هو جزء من التناقض الذي تطرح الولايات المتحدة من ضمن الاستراتيجية الجديدة التي طرحت من قبل البنتاغون. أما بالنسبة للحشد الشعبي فأنا أعتقد بأن هناك إشكال كبير جدا الآن على النفوذ الإيراني سواء كان في العراق أو في المنطقة. هذا النفوذ تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تحجم دور إيران في العراق وفي المنطقة، وبالتالي يجب أن تكون هناك تفاهمات جديدة ما بين الإدارة الأمريكية وبين إيران. حتى الميليشيات التي أطلقت التهديدات، بدر وحزب الله وحركة النجباء، هذه الميليشيات انتماءها العقائدي هو لإيران، ولا يمكن لهذه الميليشيات أن تتخذ قرار مواجهة مع القوات الأمريكية إذا لم يكن هناك قرارا إيرانيا ببدء المواجهة. وإذا طيب كانت هذه برأيك ما ملامح التحركات الأمريكية لتحجيم الدور الإيراني الآن في المنطقة؟ نعم، أنا أعتقد بأنه نسمع جعجعة إعلامية كبيرة جدا، ولكن على أرض الواقع حقيقة لحد هذه اللحظة لم نلمس أي شيء بمواجهة حقيقية ومباشرة مع إيران، عبارة عن ضغوطات تمارس الآن على إيران من خلال إدراج شخصيات من حزب الله على قائمة الإرهاب، إدراج عدد من الميليشيات على قائمة الإرهاب. ولكن عندما تدرج الميليشيات على قائمة الإرهاب تقصف كما تقصف القاعدة الآن في اليمن، تقصف، ولكن الحوثي لا يقصف، ولكن حزب الله لا يقصف، ولكن هذه الميليشيات اللي هي حزب الله وحركة النجباء التي تقاتل في سوريا وبدر وغيرها، هؤلاء لا يقصفون. إذا نحن أمام ازدواجية في التعامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي أي دلالة على أن هناك مواجهة حقيقية لمواجهة التمدد الإيراني في العراق وفي سوريا. لذلك أنا أعتقد بأن هذه الميليشيات تأتمر بأمرة إيران، لحد هذه اللحظة لم يتخذ قرار مواجهة سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح في المنطقة، هذه المصالح مهددة في كثير من المناطق التي يمكن أن تصل إليها هذه الميليشيات أو الأذرع الإيرانية في المنطقة، سواء كانت في البحرين أو سواء كانت في السعودية أو سواء كانت في الكويت أو سواء كانت في لبنان أو سواء كانت في سوريا. إذا هذه الميليشيات وهذه الأذرع لإيران لابد أن تكون هناك عملية معالجة لهذه الميليشيات قبل أن تكون هناك مواجهة مع إيران، مواجهة حقيقية. سيادة العقيد، واشنطن طالبت حكومة العبادي بإرجاع دبابات برامز استحوذت عليها ميليشيات الحشد في وقت سابق، برأيك هل تتخوف واشنطن من أن تستخدم هذه الدبابات كنماذج لتصنع منها إيران دبابات مشابهة تدعم القوة العسكرية لإيران؟ أنا أعتقد بأن الأمر أكبر من ذلك، لأنه ليس الدبابات البرامز وحدها التي سيطر عليها الحشد، هناك أسلحة أمريكية وهناك أسلحة روسية متطورة وصلت إلى الحشد وإلى كثير من الجهات الأخرى المتنفذة في العراق. فلذلك عندما نتكلم عن حادثة، عن واحدة، عن صنف واحد من الأسلحة قد وصل إلى الحشد الشعبي، ولكن أنا أتكلم عن كثير من الأمور التي استولى عليها الحشد الشعبي، بحيث كانت هناك مساعدات أوروبية وتصل إلى الجيش العراقي عن طريق البصرة قبل أن تصل بغداد، يقومون بسرقة الكثير من هذه العجلات هي وأسلحتها وهي والذخائر التي جاءت معها، وبالتالي نحن نتكلم عن إمكانيات كبيرة جدا أصبحت تحت سيطرة الحشد. ولكن قبل هذا أنا أريد أن أقول، أين وزارة الدفاع العراقية عندما تم السيطرة على هذه الأسلحة؟ أين الأمريكان طوال هذه السنوات؟
لماذا لم يطالبوا بهذه الدبابات على فترة من 2014 وإلى اليوم؟ لماذا إلى الآن بدأت تظهر هذه؟ أنا أعتقد ظهور هذه الأشياء وهذه التناقضات التي بدأت تثار الآن هي لها ما وراءها بالفترة المقبلة، على أنه ليس هناك اتفاق إيراني أمريكي على حجم إيران وحجم النفوذ الإيراني سواء كان في العراق أو سواء في المنطقة، إن لم يكن هناك دور وهو يكون هناك تأمين للمصالح الأمريكية سواء كانت في العراق أو المنطقة. سأعود إليك بعد قليل. الأستاذ عماد الجبوري، كيف يمكن الربط بين التأكيد الأمريكي على البقاء في العراق وسوريا وبين تحذير المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت التي حذرت الحكومة في بغداد ودول أخرى من مغبة التعامل مع روسيا خاصة بقضايا السلاح وتحديدا قضية الدفاع، منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400؟ لماذا هذا الخوف الأمريكي من هذه التعاملات؟ هو لأنه صراع استراتيجيات كبرى على منطقة الشرق الأوسط. كما قلت أنه الوجود الروسي أثبت وجوده اقتصاديا عسكريا داخل روسيا من قبل الجماهير والشعب الروسي بشكل عام، متماسك ثابت، لذلك لم تفشل ولم تنكسر للجانب الروسي سياسيا وعسكريا. علاوة كما أشرت إلى طريق الحل والتقدم الصيني القادم إلى منطقة الشرق الأوسط، أمريكا تنظر إلى مصالحها بالدرجة الأولى قبل كل شيء. ولكن يبقى السؤال هو التناقض الأمريكي لن يخدمها، هذا أولا. ثانيا، هم يجعلون المنطقة العربية مسلوبة الإرادة لكي لا يكون هناك استقرار سياسي. أضف إلى ذلك ركاكة الأمن القومي حتى أصبح قاموسا، يعني مفردة في قاموس لا وجود له على أرض الواقع. لذا يعني هذا الأمر يجعل من السياسة الأمريكية في هكذا تناقضات أن تستمر بالنسبة للأمن القومي العربي ركيك، بالنسبة للأنظمة العربية تسير في فلكها أو حتى انشقاقات أو انقسامات ما بين الجانب كما كان في الحرب بعد شرقا وغربا. هذه الصورة، هذه السوداوية مستقبلها للأسف الشديد ليس من صالح الشارع العربي أو المواطن العربي بشكل عام. الوجود الجديد للجانب العسكري الأمريكي في العراق وفي سوريا، وجدنا كيف أنه في سوريا يدعمون أقلية معينة، يعني هذا أمر مقصود، هذا ليست سوء تقدير، بالعكس هذا أمر موجود. لا نريد أن نبعد ونشرك الجانب الصهيوني في هذا الأمر، لأنه أيضا كل هذه الركاكة في الأمن القومي العربي وتأخر القوم العربي وعدم تماسكي إنما يصب في صالح أيضا الكيان الصهيوني في المنطقة. طيب يعني بس حتى أوضح لحضرتك في سؤال وتوضيح أيضا، كتبرير من حكومة العبادي، كتبرير من الشخصيات الموجودة الآن في العراق التي تحكم، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي قال إن هناك إشارات أن ما أسماه الإرهاب ربما يستخدم طائرات في استهداف المراقد تحديدا، ولهذا الحكومة حريصة على امتلاك منظومة الصواريخ الدفاع الجوي S-400 الروسية. كيف تقرأ هذا التصريح؟ ربط الموضوع بشكل أو بآخر ببعد طائفي، يعني أصبح الموضوع أنهم حريصون على المراقد ولذلك اشتروا منظومة للدفاع الجوي من روسيا. هذا هو دورهم، يعني لا تطلب من الكتلة الصفوية، الكتلة الموالية إلى إيران، أن تخرج عن الأطر التي هي جاءت من أجله وبسببه تستمر في هكذا أمر. طبعا هكذا كلام يجعل فجوة ما بين المواطن العراقي أو الشعب العراقي بشكل عام وهؤلاء. لنكون واضحين وصريحين أكثر، الشارع الشيعي العربي هو أكثر ابتعادا عنهم عن الشارع السني العربي، لا سيما في السنوات القليلة الماضية. هؤلاء هذه لغتهم، لا أحد يتوقع أكثر من ذلك. كما جرت في سوريا الدفاع عن الحجر وليس عن الوطن، علما أنه أثبت أكثر من مرجع أنه زينب ليس لها وجود في ذلك القبر. المهم هذا منطقهم، لا أحد يتفق معاه. التبرير أشول أجوف، لا يمر حتى على أنصاف المثقفين، ولكن كما قلت هذا هو دورهم الذي مرسوم في تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي. ما أردت قوله هو الآتي، نحن محصورون بين كيان صفوي يقضم بالأراضي ويدمر في الجانب العربي وأيضا الكفة الإسرائيلية ودورها في المنطقة. للأسف الشديد التناقض الأمريكي قد انعكس حتى على حلفاء أمريكا في المنطقة، يعني هذا التناقض نحن نريد أن نستنبط المستقبل القادم وفق الزمن المنظور، أنه نحن مع السعودية في مجابهة المشروع الإيراني في السعودية، ولكن التناقض الأمريكي بأن
يوضع ضغوطا على الخليج العربي ولا سيما على السعوديه العربيه ان تتجه نحو بغداد. هذا تناقض ايضا، لانه كيف لك ان تجاهد مشروعا في الجنوب وتترك المشروع في الشمال؟ هذا ليس حلا للمستقبل. طيب. يعني على النظام الرسمي العربي، ونحن نقول السعوديه ونستخدم العقل النقدي، لا اننا ضد السعوديه، على العكس نحن مع السعوديه، ولكن التناقض الامريكي يجب ان لا ينعكس على اكبر دوله اقليميه حاليا تجابه المشروع الايراني وهي المملكه العربيه السعوديه. التناقض الامريكي يجب ان لا ينعكس على السياسه الخارجيه الايرانيه وتمد طوق النجاه الى بغداد وتلتقي مع بغداد. هذا انقاذ للمشروع الايراني في العراق. شكرا جزيلا استاذ عماد الجبوري المحلل السياسي، كنت معنا من لندن. في سؤالي الاخير بهذا المحور للعقيد الركن حاتم الفلاحي، بعد كل الدعم والإسناد والتدريب الذي قدمته واشنطن إلى الحكومات المتعاقبة الآن بعد الاحتلال، حاكم الزاملي يقول إن واشنطن لا ترغب في تسليح العراق بل تريده ساحة مفتوحة لتنفيذ مخططاتها، كيف تقرأ هذا التصريح؟ نعم، بداية أقول بأنه تعقيبا على إجابة الضيف، نعم، بأنه هذه المنظومة للدفاع الجوي S-400 ستشكل تهديد قادم في حال حصول مواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران أو ما بين أذناب إيران في العراق. النقطة الثانية، قد تذهب كثير من هذه المنظومة إلى إيران وإلى مناطق أخرى، لأنه الآن كثير من السلاح الذي يتم الحصول عليه في العراق يصل إلى إيران، وهذه أنا أعتقد بأنه مسألة بديهية، لأنه الموجود في العراق هم عبارة عن جزء مرتبط ارتباط عقدي وارتباط تنظيمي في إيران، وبالتالي لا يمكن لهذه الأسلحة التي تصل إلى العراق يمكن حصرها في هذا الجانب. المسألة الأخرى بأن حاكم الزاملي هو الذي صرح أيضا تصريح آخر قال فيه بأنه أن العراق تم احتلاله من قبل أمريكا، ولكنها سلمت البلد عندما خرجت في عام 2011، سلمت البلد إلى إيران على طبق من ذهب. إذن نحن نتكلم حقيقة عن أمن قومي عراقي مفقود، لأنه من يدير الأمن القومي في العراق في الفترة السابقة أو الحالية هو أمريكا وإيران باتفاق الطرفين. لذلك أنا أعتقد أنه مسألة هذه الميليشيات أو أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى لفترة طويلة جدا في العراق، وهذا ما أقرته اللجنة التي اجتمعت وناقشت خلال الفترة السابقة، نعم، التصورات والمقترحات التي تمثل مرتكزات السياسة الأمريكية في العراق، واتفقت على أنه بقاء القوات الأمريكية يجب أن يبقى لفترة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون هناك تعاون أمني واستخباراتي وتأهيل الأجهزة الأمنية، وكذلك إعادة تأهيل وتدريب القوات وإعادة تأهيل المناطق المحررة، نعم. هذا ما تسوقه الولايات المتحدة للسيطرة على المناطق في العراق، وتسوق كثير من التبريرات لغرض البقاء فيها. أما بالنسبة لهذه الميليشيات، فأنا أعتقد أن هذه الميليشيات تعمل بالرونت كنترول من قبل إيران، وبالتالي هي تنفذ سياسة إيران سواء كان في العراق أو سواء كان في المنطقة بما يخدم مصالح ونفوذ إيران في العراق والمنطقة. العقيد ركن حاتم الفلاحي المحلل العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، أنا أشكرك شكرا جزيلا، وكذلك أشكر الأستاذ عماد الجبوري المحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من لندن. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل المحور الثاني. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ في المحور الثاني، حيث قالت منظمة اليونيسيف في تقرير لها عن الواقع التعليمي في العراق أن الفتيات العراقيات يواجهن صعوبات في مجال التعليم وخصوصا النازحات. هذا وقد أفادت منظمات دولية أن أكثر من 3 ملايين طفل عراقي حرموا من التعليم بسبب النزوح وظروف المعيشة الصعبة في ظل فساد حكومي استشرى في جميع مجالات التعليم. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود.
من الأول على مستوى قارة آسيا في محو الأمية حسب تصنيف اليونسكو في ثمانينات القرن الماضي، إلى الأول في محو الهوية. هكذا بات واقع التعليم في العراق ما بعد الاحتلال، ولا سيما تعليم الفتيات الذي شهد جفافا في نهر العلم، وقد كان دفاقا زاخرا يروي تراب الرافدين، فينبت عالمات وعلماء يحملون قبس العلم إلى الدنيا. نزوح وفقر وانعدام أمن وفساد ضارب حتى جذور الحكومة أعاق تعليم الفتيات. هكذا وصفت منظمة اليونيسيف واقع تعليم الفتيات في العراق، إذ قالت في آخر تقرير لها إن الفتيات العراقيات يجدن صعوبة في تحصيل العلم بسبب المعوقات الأمنية والاقتصادية، وخصوصا إذا كنا من النازحات، أي أكثر من ثلث العراقيات اللائي نزحن عن ديارهن بسبب الحرب. وبحسب منظمات دولية يوجد أكثر من 5 ملايين نازح يواجهون صعوبة في التعليم بسبب ترد الواقع المعيشي وعدم قدرة الحكومة على تأمين المستلزمات التعليمية. واقع حرم 3 ملايين طفل عراقي من التعليم في ظل عدم جاهزية نصف مدارس العراق بحسب تقارير لمنظمة اليونيسف. عجز حكومي لم يستثني حتى المناطق التي لم تشهد حربا مع تنظيم الدولة، إذ تشير مصادر إلى لجوء وزارة التربية إلى تأجير مدارس حكومية لمستثمرين حولوها إلى مدارس أهلية، ويتولون بدورهم ترميمها وتأمين الأثاث والمستلزمات المدرسية، الأمر الذي يعزوه مراقبون إلى عجز مالي تعاني منه وزارة التربية بسبب الفساد والرشوة وانتشار المحسوبية. مدارس العراق باتت اليوم خالية إلا من بقايا أوراق دون فيها الطلاب أحلامهم بمستقبل مشرق، لكن هذه الأوراق ظلت حبيسة الواقع المتردي وتنتظر من يقوم بتصحيحها. مشاهدينا الكرام، نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الكريمين الشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي معنا عبر الهاتف من عمان، وكذلك الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان. فأهلا بالضيفي الكريمين. أبدأ معك الشيخ عبد القادر، كيف تقرأ تقرير منظمة اليونيسف أن الفتيات العراقيات الآن يواجهن صعوبات في مجال التعليم لا سيما النازحات؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفك العزيز. أهلا وسهلا. بات واضحا تماما أن السلطة الموجودة في العراق والتي تحكم بواسطة الدعم المنشود من الاحتلال الأمريكي والإيراني لها في العراق، هدفا لها هو أن تمزق المجتمع وتفضي به إلى عملية التجهيل المتعمد. وعملية استهداف الفتيات في العراق سواء على المستوى التعليمي أو على مستوى الرعايات الأخرى هو حقيقة عمل ممنهج واضح تماما، لأنه كما معلوم أنه لهؤلاء الفتيات في المستقبل هن سيكون لهن الجيل الذي يمكن أن يبنى أو يمكن أن تكون الأسرة العراقية من خلالهن، وبالتالي على هذا الأساس عملية إعطاء التجهيل بطريقة متعمدة لشريحة الفتيات في العراق، وهذا لا يعني أن الشرائح الأخرى هي تمتاز بأمور أخرى فأيضا هي تعاني ما تعاني، لكن استهداف هكذا أعمار بعملية تجهيل متعمد وعدم إيجاد أي حلول، وبالتالي القضية التراكمية التي أصبحت منذ 2003 إلى يومنا هذا هي عملية تزايد في وتيرة اتساع رقعة التجهيل واتساع رقعة أن يكون هذه الفئة مستهدفة. كما أتلفت لك أنه لأن نواة الأسرة سوف تتكون منهن في المستقبل، وبالتالي إذا ما أردت أن تمزق الأسرة وأن تمزق المجتمعات عليك باستهداف المرأة. طبعا هنا نكمل الحديث بقضية أن الدولة أيضا الحكومات الحالية هي تساهم بهذه العملية بعملية التجهيل إذا صح التعبير، قضية إبعاد عن التعليم وإدراج موضوع الزواج المبكر في النهج العراقي أو في الحياة الاجتماعية لهذا المجتمع، وبالتالي هو عملية تدمير تدريجي للنسيج الاجتماعي للعراقيين. هل تعتقد أنه أمر منظم؟ وهذا ما نريد أن نصل إليه. أحسن، لأنه إثارة هذه القضية مهمة، وبالتالي هذا الموضوع الحساس حقيقي لا تكفيه فقط هذه الدقائق، أنا أتمنى أن يسلط عليه الضوء من عدة اتجاهات لأنه خطير تماما بالفعل
الهدف الأسمى لهؤلاء هو تدمير الأسرة العراقية الذي سينعكس على تدمير المجتمع العراقي بالكامل، وبالتالي ستكون نحن أمام أجيال قادمة لا تستطيع ولا تمتلك حتى تستطيع أي مقومات النهوض للعراق ولا مقومات النهوض المجتمعية، ولا يمكن أنهم يواجهون كل ما يراد من غزو فكري وثقافي وبرامج احتلال. وبالتأكيد هذا العمل، لأنه لا يوجد سبل حقيقية تقف بوجه زيادة نسبة وتيرة التجهيل واستهداف شريعة الفتيات وبالتالي تأسيس قوانين للزواج المبكر، كل هذا حقيقة لا يوجد هناك من يقف بوجهه أو مشاريع حكومية تقف بوجهه، مما يؤكد بالدليل القاطع بل أن التشريعات الحكومية في الزواج المبكر هي تشريعات للسلطة السياسية الموجودة الحالية. إذن هذا يؤكد ويقودنا على أن القضية متعمدة ممنهجة ذات أبعاد بجوانب متعددة في انتهاك خطير لحقوق الإنسان. سأعود إليك بعد قليل شيخ عبد القادر، أنتقل للأستاذ ضياء الشمري. سي ضياء، اليونيسيف أشارت أن أكبر العمليات التي تطلع أي اليونيسيف بها على مستوى العالم توجد في العراق، وذلك بسبب الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفتيات والفتيان الأكثر هشاشة في جميع أنحاء البلاد. ما هي انعكاسات بقاء الأطفال في العراق دون تعليم على المجتمع العراقي بشكل عام؟ وكما تحدث الشيخ عبد القادر النايل قبل قليل، ربما سياسة ممنهجة لتجهيل هذا المجتمع. السلام عليكم. بالبداية أنا أتفق مع الأخ المتحدث بهذا الموضوع. نعم، هي هذه سياسة ممنهجة لتجهيل الشعب، لتجهيل المجتمع العراقي، وهذا يعني التدخلات الأجنبية، وذكرها أيضا إيران. إيران لها طرف وضلع بهذا التجهيل. إيران هي المستفيدة الوحيدة إذا كان الشعب العراقي والمجتمع العراقي جاهل، لا يفهم ما يكون ما يدور حوله. نعم، هناك عمليات مبرمجة من الحكومة العراقية ومن السياسيين العراقيين بهذا الموضوع. هذه السياسيين العراقيين الذي أباحوا بزواج القاصرات في العراق، نعم هناك عملية مبرمجة من قبل هؤلاء ومن قبل هؤلاء السياسيين الذين يتحكمون بأمر المجتمع العراقي. المجتمع العراقي والسياسيين العراقيين يرعون السراق والقتلة وتدمير المجتمع العراقي. هذه المجموعة من السياسيين العراقيين لا يصلحون أن يحكموا العراق إطلاقا، لأنه هذه المجموعة السياسية هم جهلة بعلم السياسة وجهلة بالمجتمع، وهم جابتهم الاحتلال الأمريكي، جلب هؤلاء الناس حتى يتحكمون في العراق. هذه العملية ليست فقط إيران مشاركة فيها، وإنما حتى إسرائيل هي مشاركة بهذه العملية لتدمير المجتمع العراقي. نحن نعلم أنه العراقيين في السابق كانوا متفوقين، حقيقة كانوا متفوقين على كل المجتمع، على كل المجتمع الذي يحيط بهم، كل الدول التي تحيط بهم. احنا نعلم العراقيين من العلماء والخبراء تم قتلهم في بداية الاحتلال، وتم قتلهم من إيران، وتم قتلهم من داخل العراق ومن الأجهزة العراقية التي تحكم العراق في الوقت الحاضر، وتم قتلهم من قبل إسرائيل، وتم قتلهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كانوا يأتون المفتشين ويبحثون، والأمريكان يبحثون عن العلماء العراقيين أين يكنون. هذه العملية عملية مبرمجة، هذه العملية هي عملية لقتل العراقيين ولقتل العالم العراقي. نحن نعلم أن العراقيين الخيرين منهم غادروا العراق، والآن الخيرين منهم وعوائلهم يسكنون في المخيمات. توجد 5 ملايين عراقي مهجر داخل العراق، وهذول العراقيين الموجودين داخل العراق لا توجد مدارس ولا يوجد تعليم ولا يوجد أمن ولا توجد أمان ولا حتى يوجد الأكل العيش اليومي. هم يعيشون تحت مستوى الفقر في العالم. نحن نعلم أن هذه الحكومة، حكومة المنطقة الخضراء، تسعى لتدمير الشعب العراقي، ومباركة من قبل إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على رأسها. سأعود لك بعد قليل شيخ عبد القادر. تقرير منظمة اليونيسيف أشار إلى أن أكثر من 3 ملايين طفل عراقي حرموا من التعليم بسبب النزوح والظروف المعيشية الصعبة.
نحن أمام أجيال كاملة مهددة بالضياع، والحكومة بعيدة طبعا كل البعد عن الاهتمام بهذه الشريحة. قضية العمليات العسكرية التي تمت ربما قد يكون أمر دفع أو شجع عملية تدمير للمنازل والعفو المدارس يعني تدمر المرحلة التعليمية أو يدمر هذا الجيل بشكل عام. كيف تقيم دور حكومة العبادي تحديدا بهذا الصدد، عملية المساهمة في تضييع مستقبل هذه الأجيال المتعاقبة؟ أولا، حكومة العبادي لم تساهم في عملية ضياع الأجيال. حكومة العبادي تبنت عملية ضياع الأجيال لأنه معلومات دقيقة لا أنقل لك تحليلا وجهها من قبل بعض الأخيرين في المخيمات، وتتعلم أن هناك شعبا تهجر، وهذا الشعب فيه المعلم والمدرس. قالوا لوزارة التربية ولحكومة العبادي: نحن مستعدون أن نفتح المدارس وأن ندرس داخل الخيام وأن لا نحرم هؤلاء ضياع الأجيال، ضياع السنوات الدراسية عليهم، وبالتالي فقط ولا نريد أبنية، فقط توفر الموافقة، وبالتالي هناك أطراف أخرى أرادت المساعدة وهم يعيشون داخل الخيام، وبالتالي يبنى مجموعة خيام لتكون مدارس تحوي هؤلاء الطلاب، وحسب المراحل والمدرسون والمعلمون كانوا موجودين ضمن العوائل النازحة التي تسكن تلك المخيمات. فجاء الجواب بالرفض المطلق وعدم الاعتراف بأي مدرسة تشكل في المخيمات. فهذه القضية هي قضية ممنهجة وقضية تبنتها حكومة العبادي ووزير تربيتها محمد إقبال بطريقة واضحة لصالح إيران بالتأكيد. وأنا أتفق مع ضيفك، لأن إيران تريد الاستيطان في العراق وعلى عكس الاحتلال، وبالتالي هي لا تريد أجيال متعلمة تستطيع مواجهة هكذا مد موجود وتستطيع توعية المجتمعات القادمة وأن يتبنون المعرفة في مواجهة النفوذ الإيراني والاستيطان الإيراني في العراق. لذلك العملية كانت ممنهجة من حكومة العبادي وبالتالي تبنتها، وإلا بماذا تفسر أن رغم كل هذه الظروف الطلبة في السادس التوجيهي قد حصلوا على معدلات 95 و96 و97% في الفرعي العلمي والأدبي، في المجموعة الطبية والمجموعة الهندسية، في الموصل وصلاح الدين والأنبار، والأعداد ليس على بالعشرات بالمئات، كانت لديهم تفوق واضح رغم كل هذا الكم من النزوع وغيره، وبالتالي قوبلوا بقبولات مركزية بأن يقبلوا بالمعاهد التي تقبل معدلات 50% و60%. هذا كله يدلل على أنهم لا يريدون لهذه المحافظات. سأعود لك بعد قليل الشيخ عبد القادر، أنتقل للأستاذ ضياء الشمري. هل ما نشهده الآن في العراق من عملية تدمير للواقع التعليمي وطبعا للثقافة المجتمعية، محاولة محو الأفكار المجتمعية والقيم وغيرها عبر التعليم، هو قد ينعكس أيضا على الواقع السياسي عندما نرى بأن النواب في العملية السياسية يمكن لهم أن يدخلوا إلى قبة البرلمان وهم لم يتحصلوا بعد على شهادات جامعية، أي أنهم ليسوا كفاءات، ونرى كثير منهم، وقد اعترض أيضا كثير من النواب على قضية حجم أو كمية النواب المسموح لهم بالدخول إلى البرلمان وهم خريجو شهادات إعدادية فقط. نرى بأن نسبة 20% ونرى الموجودين حاليا هم أكثر من ذلك بكثير. إذن هل الموضوع عام على هذه الدولة أن تدخل في مرحلة من الجهل والتخلف؟ نعم، هذا الموضوع حقيقة اللي ذكرته أنه بعض أعضاء البرلمانيين الموجودين في الوقت الحاضر في العراق، أنا أعرف شخصيا هنا كان واحد عندنا شخص موجود هو خريج الثالث متوسط من العراق، وكان هنا رجال عنده يعني يشتغل في محل مال حلاقة، والآن هو عضو برلمان بالعراق، والآن هو يدعي أنه حاصل على الدكتوراه. هذه تذكر الناس اسمه أستاذ؟ أنا ما أذكر اسمه لأن هي بنت وليست شخص وليست رجل، لهذا السبب ما أريد أشهر بها، لأنه أنا أيضا عندي مركزي هنا وما أريد أشهر بالشخصيات. أنا أعرفها شخصيا وأعرف هي من أين أتت ومن أين كانت، يعني أعرفها تماما، وهي الآن تدعي أنه تحمل شهادة الدكتوراه. والله لا تحمل شهادة. من أين جاءت هذه الشهادة برأيك؟
والله شهادات ما بعرف مزورة بالتأكيد شهادة مزورة يعني شهادة غير قانونية ولا موجودة يعني حتى الجامعة اللي قاعد تذكرها ما بعرف هي موجودة هيك جامعة ولا لا حقيقة هذول الشهادات الموجودة عندهم هي شهادات مزورة ولا إلها صحة في وجودها حقيقة يجب على الحكومة العراقية أن تتحرى من هذه الأشخاص عندهم كذا أشخاص موجودين لحد الآن سفراء أخي سفراء كانوا موجودين هنا عندنا في النمسا بالتسعينات إجوا موجودين هنا كان هو موجود في الحسينية يقرأ هسه موجود سفير يعني سفراء متعينين أخي هذا البرنامج هذا برنامج بتدمير الشعب العراقي نعم موجود في الوقت الحاضر قاعد تباع المدارس تبنى مكانتها عمارات ومكانات تجارية وإلى آخره هذه حقائق يا أخي إحنا ما يصير مغمضين هذه حقائق المدارس تغلق والمدارس تهجر الساكنين الطلبة فيها إلى بنايات صغيرة غير صالحة للتعليم ولا لسبب أنه كذا شناسي أو كذا سيد أو متدين هذه حقائق يا أخي حقائق هذه موجودة بالعراق يأتي ويشتري هذه قطعة الأرض ويبنيها عمارة ويبنيها محلات تجارية العراقيين يجب عليهم أن ينتبهوا هذه الحكومة الموجودة هي حكومة سراق وقتل سراق وضعت الفكرة سيد ضياء أنا أشكرك أعتذر منك الوقت شارف على الانتهاء في دقيقة واحدة الشيخ عبد القادر الآن دولة جهل وتخلف من كل ناحية حتى السياسيين الآن الموجودين في السلطة كما ذكرنا قبل قليل كثير منهم لا يحمل أي شهادة ودخل إلى هذا البرلمان بالتزكية بدفع أموال بشراء منصب وما إلى ذلك ما هي الحلول الآن؟ نحن طرحنا المشاكل ولكن ما هي الحلول لإنقاذ الواقع التعليمي بالنسبة للطفل والفتاة العراقية وكذلك بالنسبة لهذا المجتمع بشكل عام؟ من المؤكد تماما أن هناك من يسعى لهكذا إنقاذ وبالتالي توفير كما سمعتم أن هناك أطراف كهيئة علماء المسلمين وأطراف أخرى وفرت في جامعات عربية للطلاب العراقيين صحيح. لأجل عدم تضييع الأجيال القادمة وبالتالي الآن يجري عمل ممنهج نعم هو شعبي ولمؤسسات وطنية أخرى الداخل العراق من أجل إيجاد للنازحين ومن أجل رفض المؤسسات التعليمية في الكتب ورعاية الأطفال هذا كله يجري في مواجهة هكذا هناك عمل يواجه الحكومة ويواجه الأجندات التي تعمل على تجهيل هذا الشعب لكن هذا يحتاج إلى جهد شعبي ويحتاج إلى وقفة حقيقية وبالتالي ينبغي أيضا على المهتمين بالعراق من دول عربية وغيرها أن تعي هذه القضية للوقوف مع ملف التعليم لأنه ملف بحث إنساني ليس سياسي بالمطلق وهو يحتاج إلى أن لا يتم تجهيل من علم العالم القراءة والكتابة وهو العراق وأن يقفوا مع أجياله القادمة الشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي كنت معنا من عمان عبر الهاتف أنا أشكرك شكرا جزيلا وأكرر شكري للأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشاهدينا الكرام أنا أشكركم أيضا لطيب المتابعة نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى اللقاء